وينضم معنا للحديث عن أوضاع النازحين في الأنبار والمساعدات التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، معنا عبر الهاتف من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى. دكتور عبد القادر، مع ما يمر به العراق اليوم، كيف تقيم أوضاع النازحين لا سيما في محافظة الأنبار؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الأزمة يعني أصبحت مستدامة، وهي مستمرة منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، معاناة إنسانية كبيرة، وهذه الخيم التي تقطنها العائلات النازحة في الصحراء يعني باتت هي الهاجس الذي يقلق الكثيرين من الشرفاء والمخلصين لهذا البلد. في الحقيقة يعني نحن ولا سيما على أبواب فصل الصيف، يعني حيث تزداد معاناة هذه العائلات النازحة في مخيمات النزوح في الصحراء، التي هذه الخيم التي يسكنها لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، ولا سيما كذلك مع ضعف الدعم الحكومي والجهات ذات العلاقة. لذلك جاءت يعني مناشدات هذه العائلات بمزيد من الدعم وتوفير مستلزمات الحياة الإنسانية الكريمة في الجوانب كثيرة، في الجوانب الإغاثية الحياتية اليومية، من توفير الطعام والشراب والدواء والرعاية الصحية، وكذلك الرعاية الاجتماعية والتعليمية. كل ذلك طبيعة الحياة يتطلب أنواعا يعني مختلفة من الدعم المتواصل والسخي لتخفيف شيء من معاناتهم الإنسانية التي لازمتهم لأكثر من 5 سنوات. نعم دكتور عبد القادر، ماذا عن حملة المساعدات المالية التي شملت مخيم الحبانية للنازحين في الأنبار وقمتم بها مؤخرا؟ هل حدثتمونا عن تفاصيل أكثر؟ نعم، في الحقيقة هذه الحملة هي ضمن الحملات المستمرة والمعونة الشهرية التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لهذه العائلات في مخيمات النزوح، وهذه كانت الحملة الأخيرة في المخيمات الحبانية، وشملت توزيع المنح المالية على حقيقة 650، وليس فقط 600، لأنه زادت بعد كنا قد سجلنا هذه اللقاء، زادت نسبة بعض العائلات التي لم تكن مسجلة لديهم في إدارة المخيم. وكانت هذه الحملة فرصة الحقيقة، وفي كل حملة نتواصل مع هذه العائلات للاطلاع على أحوالهم وإيصال صوتهم ومعاناتهم للعالم أجمع، بأن هؤلاء النازحين قد طالت معاناتهم لأكثر من 4 أو 5 سنوات، وهم بعيدون عن مناطق سكناهم الأصلية من مختلف مدن غرب الأنبار ومناطق جوف الصخر وغيرها، ولذلك هم كان مطلبهم الرئيس حين نتوجه إليهم بالسؤال ما هي طلباتكم، كان هو المطالبة بالعودة وإعادتهم إلى مناطقهم على التي ذكر موضوع العودة. دكتور عبد القادر، على ذكر موضوع العودة، وهذا ما أود أن أشير إليه، طلبتم في وقت سابق الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين في صحراء الأنبار، ما الذي يمنع عودتهم بحكم ما تعرفون من معلومات وتفاصيل تجري على الأرض؟ ما الذي يمنع عودتهم إلى بيوتهم؟ الحقيقة نحن دائما ما نتوجه بهذا السؤال إلى اللجان المشرفة وإدارة المخيم وكذلك العائلات نفسها، أنه ما سبب عدم عودتكم لمناطقكم؟ فأما يكون الجواب إما بسبب أنه بيوتهم مهدمة وبسبب الحرب التي جرت في هذه المناطق، أو بسبب يقولون أنه هناك موانع أمنية تمنع عودتهم، يعني لا يسمح لهم، ليس لديهم تصاريح أمنية بالعودة إلى هذه المناطق التي خرجوا منها. وهناك طبعا بالنسبة لمناطق جرف الصخر، كما تعلم يعني جميع المشاهدين، بأن منطقة ما زالت مغلقة لحد الآن، لم يعد إليها أحد بسبب يعني سيطرة الميليشيات على هذه المناطق وعدم السماح بعودة أي عائلة نزحت من هذه المناطق. فهذه الأسباب الرئيسية في الحقيقة
هي لسبب عدم عودة هذه العائلات إلى مناطقهم بيوتهم في من المناطق التي هجروا منها. المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.